حافلات الموت، الراعي الرسمي لقتل الاشخاص. دوك يرحم بابك اللي مدلو الكونترول تكنيك باش يمشي بها، هذا يعتبر شاري. شوف دوك هذه يركبوا فيها الناس، يرحم بابك. شوف لبنان كون تمشي يرحم بابك اللي كيفاش مطرطح مضروب من كل جهه. والله العظيم الراعي الرسمي لقتل الاشخاص، هذه ايماجيني حافله لنقل الاشخاص. يا سبحان الله، نقل المسافرين. مانيش حاب نصور من كاع لي كوتي باش ما يخرجش لي ماتري في راسي. شوف يرحم بابك، يرحم بابك، سوديا كل جهه. الله المستعان، الراعي الرسمي لقتل الاشخاص.